السلام عليكم. هذا الفيديو راح تكون مخصصة باش نجاوب على كامل الأسئلة اللي تدور حول او كونديدا. اسكو لازم نستنى هذا العام اللي راني نقرا فيه خلاص باش ندير لا كونديداتور تاعي؟ نون بيسك لي بياس جيستيفيكاتيف دوموندي هو من الباك حتى للاس 1 اللي راك تقرا فيه، دونك الاس 2 الي با دوموندي، دونك ما تستناش حتى يخلص العام تاعك باش دير لا كونديداتور تاعك. لي بيي لي فيهم كومبيس فرونس اسكو يقدروا يديروا او كونديدا؟ لي بيي لي فيهم كومبيس فرونس معناتها لي زيتيديون هذوك راهم دي زيترونجي، دونك ما يقدروش يديروا او كونديدا. انا نسكن في بلاد فيها كومبيس فرونس مثلا الجزائر وعندي ناسيوناليتي فرونسيز، اسكو ندير كومبيس فرونس ولا ندير او كونديدا؟ هنا بما انه عندك لا ناسيوناليتي فرونسيز معناتها راك تندرج ضمن لي كاتيجوري اللي يقدروا يديروا او كونديدا، دونك ما ديرش كومبيس فرونس ودير لا ناسيوناليتي تاعك كومبيس جوستيفيكاتيف. اسكو كاين نومبر ماكسيمال تاع لي كونديداتور في او كونديدا؟ نو، ما كاش ليميتاسيون في او كونديدا، دونك تقدر دير لي كونديداتور تاعك قد ما تقدر وقد ما يكون عندك الوقت باش دير لي لاتر دو موتيفاسيون ودير لي دوسي تاعك كوم الفو. اكيل نيفو نقدر نبوستولي فيا او كونديدا؟ الشرط الاساسي باش تبوستولي في او كونديدا هو انه لازم تكون من L2 فما فوق، سيتادير من نيفو L2 حتى للدكتوراه تقدر دير او كونديدا. كيل سون لي زيتاب تاع لا بروسيدور او كونديدا من A ل Z؟ الجواب تاع هاد لا كيسيون هو هاد لا فيديو اللي راكم تشوفوا فيها الفوق، راني داير كامل لا بروسيدور تاع او كونديدا من A ل Z. كيفاش نعرفوا لي دات ليميت تاع لي كونديداتور في او كونديدا؟ شاك يونيفرسيتي عندها اون بارتي وين دير لي دات ليميت تاع لا كومباني وين تبدا وين تكمل. كاين دي يونيفرسيتي اللي عندهم ميم دو كومباني دونك يديروا لي دو دات. دونك باش تعرفوا لا ريبونس تاع هاد لا كيسيون لازم تروحوا لوفر دو فورماسيون تاع هاد لونيفرسيتي وتشوفوا كامل لي ديتاي تاع شاك فورماسيون. سي كوا ليانو؟ وين نلقى هذا ليانو؟ ليانو هو ليدونتيفيون ناسيونال ايتيديون. اللي قاريين في فرنسا راح يلقاو هذا النيميرو سوا في لي ريفي دو نوت سوا في الكونت تاع مي سيرفيس ولا تاع الكروز. اي بور لي زيتيديون اترونجي ما عندكمش ليانو، دونك تقدروا تفوتوا هذا لي طاب بلا ما ديروا ليانو بيسك الي با اوبليغاتوار. كريت ان كونت او كونديدا وما لحقنيش لو كود داكتيفاسيون، واش ندير؟ في هذه الحاله تروح وين كاين جي بيردو مون كود داكتيفاسيون تكليكي عليه ودير ليميل تاعك راح يعاودوا يبحثوا لك ان كود داكتيفاسيون واحد اخر ويلحقك في ليميل تاعك. بحر لي ولا سوبريميت الميل اللي كان فيه ليدونتيفيون ولو مود باس، واش ندير؟ هذه باينه، تروح وين كاينه مود باس اوبليي ولا جي بيردو مون ايدونتيفيون وتكليكي عليها ودير ليميل تاعك يعاودوا يبحثوا لك من دار جديد. اللي يعني بحثوه لي بار ميل ما نقدرش نكليكي عليه، دونك تكليكي عليه ما يدير والو، واش نقدر ندير؟ في هذا الحاله تروح تكوبي كامل هذاك اللين اللي راهو بالازرق وين كاين بور اكتيفي لو كونت الفو كليكي سي ولا عفسه كيما هكا، تروح تكوبيه وديرو في النافيغاتور تاعك ودير اونطري يعاود يديك الفناتر واحده اخرى وين كاينه او كونديدا باش تاكتيفي الكونت تاعك. اسكو نقدر نكري دو كونت او كونديدا؟ الجواب تاع هذا السؤال باين بلي ما تقدرش، بيس كل واحد عنده الدروا في كونت واحد تاع او كونديدا باش تبوستيلي، سينو كانوا بزاف الناس يديروا هكا ويديروا بزاف لي كونديداتور في لي ميم فورماسيون. كل ايتيديون عنده الدروا يحل كونت واحد تاع او كونديدا. فلابارتي تاع لي زيكسبيريونس اسكو ندير كامل لي زيكسبيريونس اللي درتهم في حياتي ولا وشنو هما لي زيكسبيريونس اللي لازم نديرهم؟ هنا سا ديبون اسكو هاد ليكسبيريونس راح تنفعك في هاد لا كونديداتور ولا لا. اذا كنت درت اكسبيريونس خارج على الدومين ديتود تاعك وراح تنفعك في الكونديداتور تاعك ديرها، بيان سور هنا لازم ديرها. واذا كانت ما راحش تنفعك وراح ديرها زياده دونك انا الفو ميو ما ديرهاش وخلاص. جي ديبوزي ما كونديداتور، اسكو نقدر نموديفيها ولا نسوبريميها كاريمون؟ في هذا الحاله اون فوا دير ترانسميتر ما كونديداتور سي بون، شغل سي ايريفيرسيبل، ما تقدرش تعاود تموديفيها ولا حتى تسوبريمي لا كونديداتور تاعك، دونك ايل فو ميو تفيريفيو كامل لي زانفورماسيون كامل لي بياس جوانت قبل ما ديرو ترانسميتر ما كونديداتور.
جو بو با ترونسميتر ما كونديداتور. علاش؟ في هذه الحاله لازم تفيريفيو كامل لي بياس جوانت اسكو درتوهم كامل ولا لا. واذا درتو كامل لي بياس جوانت فيريفيو هذوك لا بارتي وين كاينه جو سوي كونسيرني ولا نو جو سوي با كونسيرني. اون فوا تاكسيبتيني يونيفرسيتي وشن هي الخطوه المواليه؟ اون فوا تاكسيبتيك يونيفرسيتي عندك دو شوا، سوا ديزيستي سوا كونفيرمي لا كونديداتور تاعك وتاكسيبتي هاد لا فورماسيون، وعندك اجل محدد باش تاكسيبتي ولا ديزيستي. اسكو لازم نترجم الوثائق اللي مكتوبين باللغات الاجنبيه؟ بون هنا سا ديبون يونيفرسيتي، كاين لي ما يدومونديوش تراديكسيون، بصح جينيرالمون ولا عامه راح يدومونديو تراديكسيون تاع لي ديبلوم تاعكم اللي جبتوهم من لي بيي دوريجين تاعكم، اي بيان ايفيدامون اللي ماشي مكتوبين اون فرونسي. اسكو نبعث لي بياس جوستيفيكاتيف بار بوست اون فورما بابي؟ فلونغلي وين مكتوبه موداليتي راح تلقاو ثم اسكو ديماترياليزي ولا لا. لا اذا كان ديماترياليزي معناتها اونلاين ما راح يكسبتيو حتى بياس جوستيفيكاتيف اون فورما بابي. في لي بياس جوستيفيكاتيف نقدر ندير اون سول بياس وانا راني حاب ندير بليزيور بياس، واش ندير في هذه الحاله؟ كمثال ليكزومبل تاع لي رولفي دو نوت، هنا لازم ديرهم كامل في بي دي اف واحد وتفيزيونيهم. كاين بزاف لي سيت لي يديروا هذا صوالح اونلاين، بار اكزومبل اي لوف بي دي اف. اسكو في لي بياس جوستيفيكاتيف نقدر ندير دي بياس ماشي دوموندي؟ وي بيان سور، اي وثيقه تساهم في لا كونديداتور تاعك وراح تكون لصالحك تقدر تزيدها، لي زاتيستاسيون لي فورماسيون الى غير ذلك من لي بياس جوستيفيكاتيف. كي نروح نشوف لي فورماسيون نلقى دي فوا اف اي اف ا اف سي، واش هو الفرق بيناتهم؟ اف اي معناتها فورماسيون انيسيال، وهذه تعني كامل الطلبه اللي راهم يمارسوا الحياه الجامعيه تاعهم بشكل عادي بلا ما يكون هناك انقطاع تاع عامين. اف ا هي فورماسيون اون ابرونتيساج، هذه سا كونسيرن لي زالتيرنونس. اف سي هي فورماسيون كونتينيو، هذه كونسيرن لي سالاريي ولا لي دوموندور دومبلوا. مازالت لاني اونكور وما عنديش ديبلوم وما عنديش لي رولفي دو نوت تاع الاس 2، اسكو لازم نستنى العام يخلص ولا كيفاش ندير باش نكونديداتي ولا ندير لا كونديداتور تاعي؟ في هذه الحاله الرولفي تاع الاس 2 ولا الديبلوم غير اجباري، اي سوفي جوست تحط سيرتيفيكا دو سكولاريتي وتحط رولفي دو نوت تاع الاس 1 اذا عندك. انا شخصيا واش كنت ندير؟ كنت ندير كابتور ديكرون تاع لي نوت تاع الاس 1 وندير معاهم سيرتيفيكا دو سكولاريتي، وكنت ندير ليتر اكسبليكاتيف باش نفهمهم بلي يا ودي حنا مازلنا نقراو والرولفي دو نوت مازال ما خرجوهناش. اون بليس دو سا ميم هما راح يكون عندهم دي زيتيديون في هذه الحاله، دونك راح يفهموا هذا لا سيتياسيون. قريت في جامعه فرنسيه وحبيت نعاود نبوستيلي في جامعه واحده اخرى فرنسيه، وكي ندير ليانو يقول لي ايانو انكوريكت. هذه الحاجه سي نورمال، باسكو الا قريت مثلا في جامعه باري 13 وحبيت دير كونديداتور تاعك في ليون 1 ولا في اوتر يونيفرسيتي ما راحش يكون هذاك ليانو عندهم، ما راحش يكون في لاباز دو دوني تاعهم، باسكو يكون عندهم في لاباز دو دوني تاعهم غير لي زيتيديون تاعهم. دونك تقدروا ديروا وي تكملوا لا بروسيدور بلا ما تكسروا راسكم مع هذا ليانو. شكون هما لي زيتيديون اللي يقدروا يستعملوا او كونديدا؟ راني ديجا مجاوب بالديتاي على هاد لا كيسيون في لا فيديو تاع اللي راني نشرح فيها لا بروسيدور او كونديدا، بصح معليش نعاود نجاوب على هاد لا كيسيون. سواء تكون عندك جنسيه فرنسيه، سواء تكون تقرا ديجا في جامعه فرنسيه دونك عندك ديبلوم ولا عندك لي رولفي دو نوت تاع فرنسا، سواء تكون عندك ريزيدونس في فرنسا، سواء تكون مقيم في الاتحاد الاوروبي. هذا يعني باللي لي زيتيديون اللي عندهم ناسيوناليتي فرونسيز وعايشين في بيي ميم يكون فيه كومبيس فرونس يقدروا يستعملوا او كونديدا بلا ما يفوتوا على كومبيس فرونس، باش نجاوب على هاد لا كيسيون اللي بزاف ناس طرحوها لي. وبلا ما ننساو الشرط الاساسي اللي هو انه او كونديدا تقدر تستعملها ابارتير من ال2 حتى للدكتوراه، دونك الا كنت راح تبوستولي ال1 ما تقدرش تستعمل او كونديدا. وكمعلومة إضافية واللي راح تكون الأخيرة بإذن الله في هذا الفيديو ونختموا هذا الفيديو، إذا راح تبوستولي لا ميم يونيفرسيتي اللي راك فيها سواء راح سواء درت ريوريونتاسيون ولا رودوبليت، هنا ما راحش تقدر تفوت بأو كونديدا بيسك راك ديجا في السيستم تاعهم وراح تبوستولي ديريكتومون في لا بلاتفورم تاعهم بلا ما تباسي بأو كونديدا. اذا عجبتكم لا فيديو ابوني ولا شير باش يلحقكم كامل الجديد، وبارطاجيو هذا لا فيديو باش الناس كامل تستفاد. واذا عندكم اقتراحات واحد اخرين
ديروهم لتحت في لي كومونتير. الى هنا نقولكم ابتي سويس، سلام.